بستوريهات أسئلة وأجوبة مع المتابعين، أجابت نارين بيوتي على عدة أسئلة سألها المتابعين، أولها كان شنو سالفة آخر بوست، فكان بيقصد هالصورة اللي نشرتها نارين قبل فترة وعلقت بي تذكروا هالصور منيح بعد كم يوم بتعرفوا، فشو هي توقعاتكم؟ والثاني كان متى رح تروحي على السويد، وأجابت نارين بي المفروض شهر 11 بس ممكن تتغير المخططات. والثالث كان نارين امتى المفاجأة، وأجابت نارين بي هن نكتار ووحدة منهم لشيرين رح تشوفوها بيوم 10 شهر 10. وبخصوص مفاجأة شيرين، حيث حتكون أول أغنية لإلها بمسيرتها على يوتيوب، ورح تحكي تفاصيل كتيرة عنها اليوم على قناتها على يوتيوب. أوكي، اليوم حاسة حالي كول هيك، بس اليوم في بوست وكمان في فيديو جديد. الفيديو هاي رح يكون عن غنيتي الجديدة، سو تحمسوا لأن أنا متحمسة، فتتحمسوا معي لأنه هلأ بعد شوي حنشرها. ونارين أجابت أيضا على سؤال متابع كان قلتوا أنه في مفاجآت كتيرة بالشهر 9 وما شفنا شيء، فأغلب الجمهور كان يسأل هالسؤال، وأجابت نارين بي بعرف بس صدقوني في العجلة الندامة وفي التأني السلامة، كل شيء حلو بياخد وقت، بلشنا بكذا شغلة سوا وحابين نقدم أحلى شيء ونعطي كل شيء حقه، صدقوني رح تعرفوا عنهم قريبا. وفي خبر آخر، رجع موفلوكس وتفاعل مع متابعينه على ستوريهات انستغرام من بعد انقطاع دام مدة كتير طويلة، وصرح أنه سبب اختفائه كان العمل على مفاجأة ومشروع كتير كبير رح يعلن عنه قريبا. فشو هي توقعاتكم؟ What's happening guys? So I just want to say guys, a few things. I know I haven't posted many stories this week or pretty much anything, but I'm working on a few really, really, really big projects. So you'll see that very, very soon.